مرتبطة؟ لا. ليه؟ مش لاقي حد كويس. مرتبط بجد؟ مرتبطتش ما بخلص الموضوع. انت مش لاقي حد يبص؟ بحاول ان انا اركز في دراستي وشغلي اكتر. محدش قال لك كبرتي وكده؟ لا طبعا الكلمة دي بتعقدني. لو مش كبرتش بقى عشان تتجوزي والكلام ده؟ لا. عايزة تتجوزي ليه؟ هجيب البوكس وهجيب هدية ودبدوب وجبت خاتم وسلسلة. كل دول نظام قوي بقى يا طموه. الله اكبر. هجيب مثلا اكتر حاجة هي بتحبها مميزة ليها، مثلا هي نفسها فيها من زمان. مش عايز ارتبط يعني، الحوار فاكس. دباديب اكيد طبعا، ما في غير الدباديب بنجيبها. هي في حاجة غير الدباديب بتيجي اصلا اليومين دول؟ طب انت تحب الاكل اكتر ولا الهدايا؟ يعني تعزمك على اكل ولا تجيب لك هدايا؟ انا ساعة بصراحة. محدش فاضل للحب اصلا. سيبنا بعض ليه؟ سيبنا بعض ليه؟ علشان مش عارفة، ازهقت. ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتر يا شيخ. انا تعزمنا على الاكل طبعا. هديتي تفس قوي. اه طبعا، هو في علم التفاصيل. لازمك على بطنك. ايوه يا عم، ليه ما لازم من بطني فاهمني، وبعد كده نشوف حوار الهديه ده. ما هي تاكلني وبعد كده نجيب الهديه. بس لما بطنك تتملي الدنيا تتزول. ايوه يا عم طبعا، عشان الواحد بقى يفكر في اللي جاي بعد كده على طول.